السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نكمل معكم ما تبقى من محاضرة الفاميلي بلانينج ميثودز، حيث وصلنا إلى الديسأدفانتج أوف الفيميل كوندوم. الديسأدفانتج أوف الفيميل كوندوم ممكن يعتبر الفيميل كوندوم مشكلة بالنسبة للمرأة خلال عملية الانسيرشن، يعني عملية وضع الكوندوم داخل الفاجينا. قد تواجه المرأة صعوبة بعملية تثبيته، خصوصا إذا لم تكن لها أي خبرة في هذا الشيء. ثانيا، أنه الرينجز الموجودة في الكوندوم ممكن تخلق ديسكومفورت خلال السكس. ايضا ممكن يكون هو شيء مزعج بالنسبه للمراه اكثر مما هو بالنسبه للرجل خلال عمليه ممارسه الجماع. ايضا من المساوئ الفيميل كوندوم ممكن ايضا يصير بانزلاق وتشققات خلال عمليه الانتركورس. وطبعاً الفيميل كوندوم هو أكثر غلاءً بالسعر من الميل كوندوم. نأتي الآن إلى وسيلة أخرى وهي الدايفرام. الدايفرام هو كاب made of latex or silicone or nylon cover the cervix. أيضاً الدايفرام تستخدم المرأة لعملية منع الحمل، إذا هو راح يغطي السيرفكس and prevents sperm from entering. إذا هو راح يعتبر فتحة غطاء، يصير فتحة السيرفكس حتى يمنع دخول السبرم إلى داخل الرحم. الدايفرام دائما يستخدم مع مادة أخرى اللي هي الجل، حتى يكون من السهولة أنه يدخل، وكذلك أيضا يساعد هذا الجل على قتل السبرم. هذا الجل هو مو جل عادي، وإنما هو سبرميسايتس اللي نسميها مواد قاتلة للسبرمز، تستخدم مع الدايفرام. وهذه هي من الطريقة الثالثة اللي تكلمنا عنها، انه هو ممكن يكون combination of two methods، يعني البارتنرز ممكن يستخدمون طريقتين في آن واحد حتى يزيدون من فعالية الوسيلة اللي يستخدموها لمنع الحمل. يستخدم الدايفرام مع spermicide gel أو spermicide cream حتى يكون هذا الدايفرام هو مانع لوصول السبرم، وبنفس الوقت الجل يكون قاتل للسبرم في حال حدوث any mistake during sex. الادفانتج اوف دايفرام هو not hormonal، ما بأي هرمونات، ممكن أن يستخدم خلال البريست فيدينج إذا كانت المرأة مرضع. أيضا الدايفرام من ميزات الجيدة بأن هو one size، ما بأحجام مختلفة، هو سايز واحد، ما يحتاج المرأة أن تبحث عن حجم معين حتى يناسبها، هو سايز واحد ويكون فت لأغلب النساء. لكن الديسأدفانتج إلى أنه هو ممكن يسوي increase risk بالrecurrent urinary infection، ممكن يؤدي إلى حدوث التهابات المجرى البولية واللي تكون متكررة. أيضا ممكن أنه يزيد من التوكسيك شوك لما هي تستخدم السبرميسايتس بكميات غير المصرح بها. ممكن أنه المرأة تواجه صعوبة أيضا بعملية وضع الدايفرام، مثل ما في مشكلة السيرفايكال كاب. ايضا هو لا يعتبر واقي against STI، وايضا هو يعتبر water based gel must be reapplied after each act of intercourse، انه الجل المستخدم مع الدايفرام لازم في كل عملية intercourse يصير اعادة وضعها مرة اخرى.
حتى يؤدي الغرض المفروض يقوم به. نيجي إلى نوع آخر من وسائل منع الحمل كونتراسبتيف اللي هو السيرفايكال كاب. السيرفايكال كاب هو ديب سيليكون كما تلاحظوا بالصورة كاب يكون فيت against the cervix and prevent sperm and bacteria from entering. يمنع دخول السبرم إلى داخل الرحم. من المحاسن والمساوئ لهذه الطريقة أنه هو طريقة غير هرمونية وهذا شيء جيد. أيضا أنه المرأة تقدر تستخدمه خلال فترة الرضاعة الطبيعية. هو موجود بثلاث أحجام مختلفة، ممكن هي تبحث عن الحجم المناسب لها. ممكن أنه السيرفايكال كاب يبقى أو تستخدمه قبل 6 ساعات من الانتركورس، وأيضا يحتاج أقل مادة قاتلة للسبيرمات من الدايفرام. إحنا قلنا الدايفرام في كل عملية انتركورس ممكن إنه هي لازم تستخدم السبرميسايز، بينما السيرفايكال كاب لا، تحتاج كمية أقل. من الديسادفانتج اوف سيرفايكال كاب انه هو ايضا يزيد من احتماليه اليو تي اي عند الام. ممكن ايضا يصير المراه تواجه صعوبه بعمليه الانسرشن، شلون انه هي ثبته داخل الفاجينا. ايضا هو يعتبر من المواد او الوسائل الغير واقيه ضد الامراض الجنسيه. ايضا ممكن بالهاير فيلر ريت عاده عالي الى مقارنه بالوسائل الاخرى، يعني فشل المنع للحمل مقارنه بالوسائل الاخرى يكون عالي. ايضا الجل قلنا ممكن ايضا تعيده في كل مره من الحمل من العفو الانتركورس، لكن هو بنفس الوقت اقل من كميه السبرميسايد اللي مستخدم بالدايفرام. نأتي الآن إلى الطريقة الكيميكال. تحدثنا بالبايرير عن الميكانيكال اللي هي سيرفايكال كاب والميل كوندوم فيميل كوندوم والدايفرام، هذه كلها ميكانيكال. الكيميكال يعني مواد كيميائية، كيميكال ماتيريال، تكون على شكل كريم ممكن اللي هي تستخدم مع الدايفرام مثل ما ذكرنا، أو على شكل جل، أو على شكل فومز زين أشكال معينة، أو على شكل فوم شريحة زين، أو سابوزيتوري اللي هي تحاميل. ممكن كل هاي يكون مادة كيميائية اللي هي سبرميسايدز يعني قاتلة للحيامل، وتكون هي نصير بها insertion in front of the cervix زين in the vagina حتى شنو تقتل الحيامن اللي ممكن أن تكون موجودة وتلتصق بجدار المهبل. The spermicides عادة used along with another method. دائما هذني المواد قلنا تستخدم مع طرق أخرى اللي هي من هي الميكانيكال، الكوندوم زين أو الدايفرام، حتى تكون أكثر فاعلية. يعني مو شرط انه هاي المادة الكيميائية راح تقتل كل السبيرمز اللي هي راح تدخل خلال عملية الإيجاكوليشن. اذا يفضل انه تستخدم مع طريقة اخرى لزيادة فعاليتها، وبهاي نسميها الكومبايند ميثود وهو النوع الاخير. الديس ادفانتج والادفانتج اوف ذس ميثود انه هي ليست هرمونات، وايضا against to protect against the bacterial infection and the pelvic inflammatory disease. لكن the disadvantage انه هي not highly effective. اذا احنا مو دائما فعاله قلنا الا اذا استخدمنا وياها وسيله اخرى، واستخدام السبرميسايد ممكن يكون مسي، يعني استخدام يسوي فوضى و ازعاج بالنسبه للبارتنرز،
ولا يقينا من الإصابة بالأمراض الجنسية. وبعض الأحيان استخدام السبرميسايد ممكن يعتبر مادة إريتنت وتكون مؤذية عند دخولها إلى الفجينة أو عند دخول البينس، فالمرأة تشعر بالحرقة والمنطقة تكون متخرشة، فلهذا تعتبر السبرميسايد أيضا غير فعالة من هذه الناحية. الكومبايند اللي هي أنه نستخدم وسيلة كيميائية مع ميكانيكية حتى نزيد من فاعلية المانع الحمل، مثل ما موجود قدامكم بالصورة، أنه نستخدم مثلا الكوبس أو الدايفرام مع مادة اللي هي السبرميسايد حتى نزيد من فاعلية وسيلة منع الحمل. نأتي إلى وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل اللي هي أو البارير ميثود اللي هي البزكتومي والتيوبال لاجيشن أو تيوبال إجيوشن. البزكتومي اللي هي تعتبر من وسائل اللي قلنا عليها البيرمننت الدائمية، حتى نسوي بلوك كات المن بالفاز ديفرنس تيوب أوف ذا ميل اللي هو يحمل السبرم إلى تيستيكلز and keep sperm out of ejaculated semen. إذا مثل ما تشوفون هنا قدامكم بالصورة كيف إنه عملية الكت قطع الفاز ديفرنس حتى نمنع وصول السبرم إلى التستيكل، وبهذا راح تكون العملية هنا وكأنه شنو منع حمل دائمي. من محاسن هذه الطريقة الأدفانتج أنه هي سيف وهايلي أفكتف، فعالة جدا زين، تستمر لفترة طويلة long lasting زين، هي simple procedure ما تحتاج إلى follow up زين aside from sperm analysis، إلا إحنا بعدين نبدي نشيك sperm analysis بعد أنه نسوي sperm analysis راح نشوف أنه هي تكون وسيلة فعالة وبسيطة. Doesn't affect على sexual function، يعني إنه الرجل من يسوي فيزكتومي هذا مو معناته إنه حيأثر على الذكورة إله أو على sexual function أبداً، هذا ما له علاقة بsexual function. إنه هو less invasive and less complication than female sterilization. إذا هاي العملية هي أقل مثل ما نقول إنه الدخول إلى الانفيجن وأقل complication من عملية التيوبال ليجيشن أو اللي هي الاسترلايزيشن تعقيم النساء. يعني إحنا نسوي التعقيم المن للمرأة بدل الرجل من خلال التيوبال ليجيشن اللي هو هسه راح نبدي نشرحه إن شاء الله. No side effect and allows the male partner to assume some responsibility for contraception. ماكو أي سايد إفكت لهذه العملية وهي عملية فعالة جدا. Disadvantage إنه هو permanent and reversible، إنه هو دائمي ولا يرجع مرة ثانية، نقول راح تفشل العملية وترجع لا. يعني الرجل من يسوي فيزكتومي يعني مو يقول أنا أريد ورا سنتين ثلاثة أنا أرجع الفاز ديفرنس وأشيل، لا ماكو هيك شيء، هاي not reversible. لا تحمي من التعرض لأمراض الانتقالية الجنسية طبعا. Not effective immediately، الشيء اللي بهذه الوسيلة أنه هو فاعليته ما تبدي مباشرة بعد ما أنه الرجل يقوم بالعملية، وإنما تبدي الفاعلية مالته بعد 3 أشهر من متابعة السبرم أناليسيس زين، يلا نتأكد أنه العملية كانت جيدة ومناسبة. طبعا disadvantage انه هي short term surgery related to complication pain the bleeding vasovagal reaction مثلا infection at the incision side bruising swelling، كل هذه ممكن يتعرض لها الرجل، يعني هي high complication
عادية لأي سيرجري. فممكن أيضا هذه العملية ديزكتومي ممكن يتعرض الرجل إلى أحد هذه الكومبليكيشن. نأتي الآن إلى التيوبال ليجيشن، المصطلح العام إحنا نقول عليه عقد الأنابيب. الوحدة راح تسوي عقد بعد هذا هرمون، أكيد كنا سامعين بهذا المصطلح. فالتيوبال ليجيشن أو الأوكلوجن لما نغلق أو نسوي ليجيشن نخيطه. قدامكم هاي الصورة توضح لكم الأنواع للتيوبال ليجيشن أوكي والأوكلوجن. الأوكلوجن هاي الصورة الثانية اللي هي مثل القراصة تغلق، اللي هو الفالوبيان تيوب، تغلق الفالوبيان تيوب وتمنع وصول التقاء البيضة مع الحيمن. إذا هي من التيوبال ليجيشن من البيرمننت كونتراسبشن بلوك أور كت ذا فالوبيان تيوب. شلون تتم هذه العملية؟ هي أما عن طريق اللابروسكوبي اللي نستخدمها عن طريق الأنستيزيا باي ذا دكتور، أو أبدومينالي عن طريق السيجينيوس سكشن. يعني المرأة بعد مثلا تقول أنا صار عندي 7 أولاد ووضع الصحي ما يتحمل، وتوافق وتتفق مع زوجها على أنه تسوي تيوبال ليجيشن، آخر حمل إلها يكون سيزيريان سكشن، وخلال عملية السيزيريان سكشن راح يسوي لها تيوبال ليجيشن أو أوكلوجن. It's done by hysteroscopy ناظور الرحمي، وIt takes 3 months for this method to be effective. يحتاج لها على الأقل 3 أشهر حتى تكون هذه أيضا الطريقة فعالة إلى أن يتم عملية الربط أو الانغلاق للتيوب بشكل تام. نأتي إلى الadvantage والdisadvantage of this method. safe أمينة وهالي effective، فعاليتها عالية بأن تمنع الحمل تبقى فترة طويلة على مدى الحياة، والبروسيجر مالتها هو بسيط جدا زين، ما تأثر على عملية الانتركورس، أيضا لا ما تأثر على sexual function of the mother or the husband، أيضا هي ذكرت and cost effective nor no hormones زين، ماكو هرمونات تستخدم بهذه الطريقة، no incision أو scars راح تكون موجودة أوكي، تقلل من حدوث الأوفريان كانسر. لكن أيضا مقابل هاي الحسنات هناك أيضا شنو disadvantage، إنه هي نفس طريقة الفيزيكتومي permanent دائمية and not reversible. irreversible ما ممكن أنا أرجع أعيد بناء الفالوبيان تيوب، والله أنا غيرت رأيي ولا 2 3 أوكي. risk of having regret later on زين، ممكن إنه هي تصير عملية regression بالفالوبيان تيوب. not effective immediately قلنا بعد 3 أشهر ممكن تبين فاعلية هذه الطريقة. rarely نادرا ما يحدث أن الفالوبيان تيوب could reconnected by themselves زين، بحالة specific بالليجيشن. بالليجيشن ممكن بحالات نادرة يرجع يصير بي reconnection مرة ثانية ويرجع التيوب صالح للعمل. لا يحمي المرأة من طريقة أو الوقاية من أمراض الجنسية، وأيضاً ممكن يسوي أي complication حال أي عملية أخرى اللي هي pain، vaginal bleeding، cramping أوكي. الآن أكملنا الطرق الميكانيكية و الكيميائية والكومباوند والفيزكتومي، نأتي إلى طريقة الانترا يوترين ديفايس اللي هي اللولب. الانترا يوترين ديفايس طبعا هو أداة صغيرة جدا صغيرة جدا توضع داخل الرحم، تعتبر من الطرق البارير اللي حتى تمنع
وصول أو حصول عملية الفيرتلايزيشن. راح ناخذ نوعين فقط من الانترايوترين ديفايس الشائعة اللي هي الكبر كونتيننج اي او دي اللي هو نسميه النحاسي، يكون سمول فليكسبل بلاستيك ديفايس كونتيننج كبر سليفز، يحتوي على غطاء نحاسي اور واير، وكأنه مثل الوايرات اللي ملفوفة ناعم على الجانبين. That is inserted into the uterus، راح يوضع داخل الرحم. الكبر كومبوننت هو شغلته دامج سبيرم، يسوي تحطيم للسبيرمز and prevent it from meeting the egg. إذن وجوده راح يخلي إنه السبيرم يتحطم ما يشتغل ويمنع التقائه مع الإيكس. النوع الآخر الليفونورجستريل ريليزينج اي او دي، هذا النوع من الانترايوترين ديفايس يكون على شكل تي شيب مثل حرف التي، ايضا هو بلاستيك ديفايس انسرتد انتو يوترس ذات ستيدلي ريليز سمول اماونت اوف ليفونورجستريل ايج داي، هذا كل يوم هذا اللولب يفرز مادة الليفونورجستريل كل يوم حتى يقوم بانه شنو يسوي ثيكنس للسيرفايكال ميوكس ويسوي بلوك بحيث للسبرم اند ايج فروم ميتينج، بحيث ما يصير عمليه التقاء للسبرم والايج من خلال تغيرات ايضا هرمونيه او هرمونات يطلقها اللولب. الادفانتج of this method an intrauterine device highly effective، فعاليتها جيدة جدا، reversible safe cost effective، إذن غير مكلف وآمن، ممكن أني أتخلص من عنده بالوقت اللي تقرر به الأم إنه هي ترجع إلى الحمل مرة أخرى. may be suitable for women who cannot take estrogen، اللي ما تقدر تأخذ هرمون الأستروجين ممكن أن تستخدم هذا النوع من الكونتراسبتيف لأنه ما بيه هرمونات يفيدها بعملية منع الحمل. reduce the risk of endometrial cancer، وأيضا هو يعتبر من الإمرجنسي كونتراسبتيف خلال 7 أيام من الأنبروتكتد سكس. إذا كان هناك unprotected sex ممكن انه احنا نستخدم الIUD حتى نمنع الحمل. من الـ disadvantage of this method انه هو initially زين irregular bleeding or spotting may occur، يعني بعد وضعه مباشرة الام ممكن تعاني من نزف متقطع وممكن سبوتينج يستمر لعدة أيام. طبعاً يكون وضع اللولب من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس من الدورة الشهرية. غالي، أكو بعض الأنواع تكون أسعارها غالية. any pain or discomfort during insertion، ممكن تعاني من ألم خلال وضع اللولب وهذا الشيء كلش يسبب عدم راحة للأم. rare risk with the insertion could include infection, perforation of the uterus or expulsion of the IUD. من الأشياء اللي هي نادراً ما تحدث قليل لكن هو أيضاً يعتبر risk و disadvantage لللولب إنه هو خلال وضعه ممكن إنه الدكتور أو الهيلثكير بروفايدر يسوي perforation، ممكن انه الاي او دي يصير بي اكسبلجن يتحرك من مكانه وما يثبت، ممكن يسوي لنا انفكشن. فاذا ها تعتبر من مساوئ الانترايوترين ديفايس. ممكن ايضا الدوره الشهريه تكون البلد فلو مالتها كلش يزداد لما تستخدم المراه اللولب وممكن يسبب لها آلام أثناء حدوث الدورة الشهرية.
أيضا increase the pain during period cramp and pain and increase the menstrual flow. الآن نأتي إلى الطريقة الأخرى اللي هي الأخيرة اللي هي الستيرويد ميثود واللي تشمل 5 أنواع. أول نوع من الستيرويد اللي هي الأورال وهي شائعة جدا في مجتمعنا استخدام حبوب منع الحمل. أي الحبوب منع الحمل عندنا النوع الأول اللي هو بروجستيرون أولي فقط يحتوي على هذا الهرمون ما يحتوي على الأستروجين ويعمل على أنه يسوي ثيكنس بالسيرفايكل ميوكس حتى يسوي بلوك للسبرم والإيج فروم ميتينج أند بريفينتس أوفيوليشن. أيضا ممكن أن تستخدم الأم اللي هي مرضع زين خلال فترة البريست فيدينج لأنه يحتوي فقط على البروجستيرون زين and must be taken at the same time each day. ملاحظة أنه هو لازم المرأة تأخذه كل يوم في نفس الوقت تحدد وقت معين الساعة 7 الصبح تأخذ حبوب منع الحمل. إذا كل يوم في نفس الوقت تأخذ الحبوب لكي لا يقل مستوى الهرمون عن المستوى الطبيعي وبالتالي راح يكون ineffective غير فعال إذا كانت الطريقة غير صحيحة بالأخذ. الأدفانتج إنه هو suitable for women who cannot take estrogen مثل ما ذكرنا ملائم للنساء اللي ما يقدرون يستخدمون الأستروجين خصوصا اللي هم عندهم breast feeding suitable للنساء اللي عمرهم أكثر من 35 سنة أيضا واللي هم أيضا مدخنين. أيضا قلنا suitable for women with breast feeding. The disadvantage ممكن إنه هو يسوي side effect اللي هي مثلا نتيجة الهرمونال side effect مثلا acne اللي هو حب الشباب هديك سيفير هديك يعني breast sensitivity إنه البريست يكون دائما تندر وبين مود إيشو تغيرات بالمزاج unwanted hair growth ممكن يسبب لنا نمو شعر غير طبيعي أوكي فهاي ممكن سايد إفكت كثيرة ممكن تعاني منها الأم إذا استخدمت الحبوب منع الحمل. نيجي إلى النوع الآخر اللي هو الـ Combined Oral Contraceptive اللي هو يحتوي على النوعين اللي هو الأستروجين والبروجستين. أيضا هو من الأدفانتج إن هو Decrease Acne Decrease Body and Facial Hair Growth يقلل Reduce Risk للإندوماتريوم والأوفريان and Colon Cancer ويقلل من Perimenopausal System. المينابوزل اللي هي معناتها العلامات اللي تظهر قبل انقطاع الدورة الشهرية اللي نسميه سن الإياس أوكي قبل ما تنقطع الدورة الشهرية التامة مثلا بعمر 50 سنة أو 45 هاي يقلل من العلامات والأعراض اللي تظهر على المرأة. لكن من الـ disadvantage not suitable should not be used for women اللي عمرهم 35 ممكن يسوي نوزيا vomiting ممكن يؤدي إلى أن تكون المينس تكون abnormalities ممكن يسوي مستاجيا اللي كنا عليه breast tenderness ألم بالثدي ممكن يؤدي إلى weight gain ممكن المرأة تكتسب وزن عندما تستخدم حبوب منع الحمل. نأتي إلى النوع الآخر من الستيرويد ميثود اللي هي البارنترال. البارنترال عندنا الانجكتبل. الانجكتبل فيها نوعين عندنا اللي هي بروجسترون أونلي مثل الحبوب والأستروجين بروجسترون. البروجسترون أونلي هي طبعا المادة تنحقن بالعضلة تحت الأور under the skin
every 2 to 3 months، يعني كل شهرين إلى 3 أشهر تأتي المرأة إلى المستشفى أو المركز الصحي حتى تأخذ الجرعة من هاي الطريقة اللي هي الكونتراسبتيف. طبعا هذه الطريقة تعتمد على المادة المصنعة شنو شغلها، انه هي تسوي ثيكنس بالسيرفايكلم يوكس وتسوي بلوك السبرم اند الايج فروم ميتينج اند بريفنت اوفيوليشن، ممكن تمنع شنو الاوفيوليشن، يعني تقول لك انا صار لي 3 شهور ما جايتني الدوره، لان هذه الطريقه انجكتبل كونتراسبتيف هذا هو عملها، ممكن كل 3 شهور خلال هذه 3 شهور المراه ما يصير عندها اوفيوليشن. النوع الآخر اللي هو يكون بيمكس الأستروجين والبروجستيرون، هذا كل شهر انجكت تروح تأخذ الجرعة or compound injection injected monthly into the muscle، كل شهر تروح المرأة تأخذ الجرعة، بينما بس البروجستيرون كل شهرين إلى 3 أشهر. الadvantage highly effective and long lasting، فعاليته جيدة وممكن يطول فترة طويلة. reversible، إنه نقدر إحنا نترك الطريقة هذه ونرجع لها طريقة أخرى أو ما نستخدم. safe، convenient، زين ومناسب لأغلب النساء. لا يتعارض مع ال السكس. أيضا effective. Effectiveness is not affected by most medication، يعني استخدامه ما يتعارض مع استخدام أدوية معينة. أيضا مناسب للمرأة اللي ما تقدر تأخذ الأستروجين، ممكن أنا أنطيها النوع اللي هو بروجستيرون أولي، يناسب المرأة المرضع ويناسب المرأة اللي هي عمرها من 35 فما فوق. Disadvantage إنه ممكن يكون irregular bleeding in the most common side effect. أهم side effect إنه ممكن يسوي irregular bleeding اللي هو يكون خلال فترة الدورة الشهرية. تكون الدورة الشهرية heavier and more frequent، تكون كمية البلد اللي تفقدها خلال الدورة الشهرية كمية كبيرة، ممكن حتى يصير سبوتينج بين كل دورة، يعني الدورة إذا هي 21 يوم ممكن المذر تقول لك أني دا أعاني من أنه يصير عندي سبوتينج أوف بلوت بين دورة وأخرى. كوز ديكريز إن بون مينرال دنسيتي، إذا يؤدي إلى هشاشة للعظام. may return to normal when a woman stop using the injection، إذا استخدامها فترة طويلة جدا يعني غير محبوب. ليش؟ لأن نشوف إنه من السايد إفكت إنه هو يقلل من البون مينرال دنسيتي، إذا يعني ما ننصح الأم إنه تستخدمها فترة طويلة 2 و3 و4، لأن راح يأثر على كثافة العظم. الطريقة الأخرى اللي هي الإمبلانت، اللي هو الزرق أو الزرع تحت الجلد، هي small flexible rods في أنبوبة صغيرة واضحة أمامكم بالصورة مثل الكبسولة. زين place under the skin، تحت الجلد of the upper arm، containing a progesterone hormone only، تحتوي فقط على هرمون بروجستيرون. أيضا وظيفتها هو thickening of cervical mucus to block the sperm and the egg from meeting and prevents ovulation. إذا وظيفتها، لأن الهرمونات راح تنطلق، إذا وظيفتها ممكن تسوي thickness للميوكس cervical mucus وأيضا prevent ovulation. طبعا ال healthcare providers هو اللي يسوي inserted، يعني مو المذر تقوم به، تروح إلى الدكتور أو ال healthcare provider المتخصص حتى يزرق الهيا insertion تحت الجلد، وممكن يكون فعاليته من 3 إلى 5 سنوات. طبعا ال insertion أو ال implant هذه الكابسول
هي تفرز هرمونات بشكل مستمر بحيث تحافظ على مستوى الهرمون البروجستيرون at the same level بحيث يمنع حدوث الأوفيليشن. الأدفانتج إنه هو don't have to take every day، يعني أنت مو كل يومين تقعد الأم لازم تتذكر مثل التابلت إنه هي تستخدم الوسيلة حتى تحافظ عليه، وإنما هي تخليها بعد ما يحتاج إنه هناك من يذكرها أو تستخدم وسيلة أخرى لمنع الحمل، وهي تستمر لفترة طويلة مثل اللولب اللي هو الانترايوترين ديفايس. لكن الديس ادفانتج انه الانسرشن ما بيكون انكمفورتبل، عمليه وضعه وحقنه تحت الجلد تكون غير مريحه، اكسبنسيف، غالي الثمن، مو اي مرأة ممكن ان تحصل عليه، وبعض الاحيان يسبب irregular bleeding and bothersome of side effects. اذا هو ممكن يسبب irregular bleeding عند بعض النساء. نجي إلى الطرق الأخرى اللي هي الديفايس. الديفايس اللي ممكن أن تستخدمها المذر عندنا أول شيء الفاجينال رينج مثل ما واضح أمامكم. طبعا هذا الرينج شوفه هو حلقة بلاستيكية زين تحتوي على الأستروجين and بروجستين، ووظيفتها هو طبعا منع الحمل، وظيفتها مثل وظيفة البلز الحبوب، هو تشوفوه كرين لكن هو يحتوي على هرمونات تنطلق داخل الجسم تمنع حدوث الحمل. كيف تستخدم المرأة؟ طبعا هو where the ring يكون inside the vagina، يكون وضعه داخل الفجينة inserted، يبقى لمدة 3 أسابيع، بعدها يتبعها أسبوع بإزالة، يعني المرأة تخليه لمدة 3 أسابيع وأسبوع تقدر تشيله طلعة من الفجينة اللي هو وقت فترة المنسترول period occur during the 4th week بالأسبوع الأخير. إذن هو 3 أسابيع يكون الانسرشن مالته واسبوع الاستراحه اللي هي فتره المنسترول بيريد. This ring is not noticeable، يكون غير مرئي وغير مزعج. Easy for most women to insert and remove، سهل وضعه وازالته، لان هذا طبعا من نضغط عليه راح يتلامس الجانبين ويدخل الى داخل الفاجينا. Take the ring out the vagina for 3 up to 3 hours if desired. ممكن إنه هي تطلعت خارج الفاجينا 3 ساعات إذا هي ترغب. Such as during intercourse. Risk with side effect للvaginal ring effect هو يشبه الريسك والسايد افكت اللي تسببها البلس الحبوب، هسه نأتي عليه. الادفانتج قلنا هايلي افكتيف، هو فعال يعني يفرز هرمونات زين، ريفرسبل ممكن اني ازيله وممكن استخدمه بالوقت اللي الام تحتاجه، يقلل من المنسترول فلو ويقلل من الكراونز، ريجوليت المنسترول سايكل ممكن ينظم الدوره الشهريه لان هو يطلق هرمونات، يقلل من البري منسترول سيندروم، ايضا يقلل من الريسك اوف الفايبرويد اند الاوفريان سيست، يقلل من التليفات وتكيسات المبايض. الديس ادفانتج لهذا لهذه الطريقه انه هو ممكن يسوي irregular bleeding او spotting، بعض الاحيان ممكن يؤدي الى انه يصير اكو bleeding، رغم انه هو من الجانب الاخر بالادفانتج انه هو يسوي شنو قلنا regulate للmenstrual cycle اذا كانت غير منتظمه، لكن في جانب اخر ممكن عند بعض النساء يسوي irregular bleeding او spotting، ممكن يؤدي إلى breast tenderness، nausea، headache، لأن هرمونات تنطلق داخل الجسم،
ممكن أن نسوي irritation للفاجينا أو discomfort or some discharge. ممكن يحتاج أنه المرأة تتذكر حتى تسوي changing the ring once per month، لأن مرات تنسى، فهي راح من تنسى ممكن يسوي لها infection، وهو يعتبر غير واقي ضد الأمراض الجنسية. النوع الآخر هو الكونتراسبتيف باتش، هي عبارة عن لزقة تلزق على الجسم في عدة أماكن معينة. بيرث كونترول سكين باتش تحتوي أيضا على الهرمونات استروجين والبروجستين، وهي طبعا تشبه البولز، لأن الباتش ما دام هي تطلق هرمونات، إذا مثل عمل البولز أيضا هي عبارة عن هرمونات تكون داخل الجسم حتى تنظم لنا العمل وتمنع حدوث الفيرتيليتي. طبعا هاي النوع من الكونتراسبتيف مفضلة جدا، لأن هي لأنه هي عبارة عن لزقة خفيفة ممكن أن تضعها الأم في أي مكان مناسب، وتكون غير مزعجة وغير مؤذية. نأتي إلى الأدفانتج والديسأدفانتج. هي أفكتف ريفيرزبل سيف، إذا فعالة وأنا أقدر أستخدمها بالوقت اللي أنا أريده وأتركها بالوقت اللي أنا ما أريد. أيضا ممكن هي تقلل من المنسترول فلو والكرامب، ممكن تنظم الدورة الشهرية لأن هي عبارة عن هرمونات، ممكن تكون تقلل من بري منسترول سيندروم وتقلل من إندوماتوريال أوفاريز ovarian risk and colon cancer. كل هاي الأمور هي اللي مشابهة للرينج ومشابهة للبولز، لأن هي تحتوي على هرمون الأستروجين والبروجستيرون. لكن مقابل هاي المحاسن هناك disadvantage، ممكن تسوي irregular bleeding or spotting، تسوي breast tenderness، nausea، headache، ممكن تسوي skin irritation، لأن احنا قلنا هي عبارة عن لزقة توضع على الجلد، ممكن تسوي skin irritation، ممكن تكون ineffective بالومن اللي وزنهم 90 غرام فما فوق، وهي أيضا لا تعتبر وقاية من الأمراض التناسلية، إذن هي بها مساوئ أيضا كثيرة. الآن نأتي إلى emergency contraception اللي هي موانع الحمل الطارئة. انهينا كل أنواع موانع الحمل، موانع الحمل اللي هي barrier natural، IUD، steroids، everything. الآن نأتي إلى الإمرجنسي. الإمرجنسي هي لا تختلف عن أي موانع حمل ذكرناها في المحاضرة، لكن هذه موانع الحمل تستخدم بشكل طارئ عند حدوث أي خلل أو خطأ بعملية استخدام الكونتراسبتيف. الإمرجنسي كونترا refer to the use of medication after unprotected intercourse. يعني ممكن يصير intercourse لكن الأم أو الهازمين ما ماخذين الاحتياطات المناسبة، وكانت فترة الإباضة اللي ذكرناها فترة الإباضة زين موجودة، فما ماخذين احتياطات مناسبة، فهم يتخوفون من أنه يصير حمل. إذن unprotected intercourse to prevent pregnancy. بهذه الحالة المذر إذا هي ما تريد والزوج أيضا ما يريد حمل، أكو هناك وسيلة اللي هي نسميها emergency contraceptive. ما هي هذه الطرق؟ أولا البولز، الحبوب، حبوب منع الحمل تعتبر من emergency contraceptive. إذا كانت المرأة مثلا تنسى اليوم تأخذ حبوب منع الحمل، اليوم عندها هي جدول واليوم نسيت الساعة بالسبعة الصبح إنه هي تستخدمها، إذن هي ممكن أن تستخدم حبوب منع الحمل، أو مثلاً هم مستخدمين إنه إذن
ده يطول أكثر من 45. إذا تستخدم الأم نكمل المحاضرة إن شاء الله، نعتذر عن هذا الخلل. إذا استخدام الكونتراسبتيف بولز هي تعتبر من الإمرجنسي كونتراسبتيف، إذا هي ممكن الأم إذا كانت استخدمت وسيلة من وسائل منع الحمل بشكل خاطئ، أو إن الكوندوم صار ببريك، أو تعرضت إلى اعتداء جنسي أني ومنز، أيضا ممكن تستخدم الكونتراسبتيف بولز خلال الخمسة أيام بعد الأن بروتكتد سكس. خلال هاي الخمسة أيام ممكن هي تستخدمها بعد الأن بروتكتد سكس. الطريقة الأخرى هي الآيودي. الآيودي أيضا يعتبر من الإمرجنسي كونتراسبشن الفعالة اللي تستخدم في حالة حدوث الأن بروتكتد سكس. نأتي الآن إلى rules of the nurse in family planning methods. شنو دور الممرضة في family planning methods؟ أولاً إنه هي قبل ما تسوي أي شيء ممرضة عادة لازم تسوي assessment على the contraceptive knowledge، معارف ومعلومات الأم والزوج حول the contraception أو الفاميلي بلانينج ميثود، الاتيتيود اتجاهاتهم، شنو خططهم بالنسبة للحمل، احتياجاتهم كعائلة، وشن هي الطريقة اللي هم يفضلوها. ثانيا أيضا هي النورس في الفاميلي بلانينج سنترز هي راح تكون as educator and counselor، يعني هي راح تثقف العائلة وتكون مرشد لهم حول الطريقة المناسبة اللي ممكن أن هم يختاروها، فهي حتوضح لهم محاسن الأدفانتج والديسأدفانتج of each method، حتى البارتنرز والزوج والزوجة يختارون طريقة اللي تناسب حياتهم. أيضا تشرح لهم كيف أنه هذه الطريقة اللي اختاروها كيف تعمل، هاي من الأشياء المهمة اللي تقوم بها النورس. أيضاً instructing about the complication، إذا كانت هذه الطريقة راح تستخدمها المادر، إذا لازم تشرح لها الكومبليكيشن اللي ممكن تأديها هذه الطريقة، السايد إفكت اللي تظهر عليها حتى تكون على معرفة ودراية عندما تستخدمها. أيضاً ممكن تستخدم وسائل مختلفة في التيتشينج أو الكوميونيكيشن أيضا حتى توصل الرسالة للزوج والزوجة أو حول الفاميلي بلانينج اللي هي ممكن أن يختاروها واللي هي تناسب حياتهم. إذن هاي الأدوار الستة الرئيسية اللي هي مهمة جدا حتى توضح الممرضة دور أو أهمية الكونتراسبتيف بحياة كل زوج وزوجة، وكيف إنه هي مهمة في تنظيم الأسرة وتحافظ على صحة الأسرة مثل ما ذكرنا، وإنه أيضا تحافظ على نقول اللي المستويات اللي ممكن يحصل عليها كل فرد من أفراد العائلة. بهذا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم المتعلقة بالفاميلي بلانينج، وسائل تنظيم الأسرة. شكرا لحسن إصغائكم.